التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل مع معالي السيد جوزيف بوريل المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن الجهود المبذولة لحل الدولتين تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في قطاع غزة والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب في القطاع وحمايه المدنيين وايصال المساعدات الانسانيه والاغاثيه لاهالي القطاع